أهلا بكم في السلطة الرابعة، والبداية بأبرز ما تناولته الصحف والمواقع المحلية والعربية والعالمية. فاينانشال تايمز تنشر تحليلا يقول إن واشنطن متواطئة بتدمير غزة وعليها فورا وقف الحرب. واشنطن بوست ترى أن بايدن يشعل غضب العالم بسبب التواطؤ مع إسرائيل في الحرب على غزة. وسي إن بي سي الأمريكية تتحدث عن اتساع الصراع بين إسرائيل وحماس إلى أبعد من الشرق الأوسط. أهلا بكم. نشرت فاينانشال تايمز تصريحين لخبيرين دوليين قال إن الحرب على غزة وصلت إلى المنعطف الأكثر خطورة، والولايات المتحدة هي الوحيدة القادرة على وقف ذلك. أوضح الخبيران الدوليان أنه في الأيام الأولى انتشرت المخاوف من اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط، أصبحت هذه السيناريوهات الأسوأ احتمالا. أوضح مدير البرنامج الأمريكي في مجموعة الأزمات الدولية مايكل وحيد حنا ومدير برنامج مستقبل الصراع روبرت بليشر في تحليلهما إن من شأن التحرك ضد رفح أن يؤدي أيضا إلى تقويض مصداقية إدارة بايدن، والتي تراجعت مؤخرا عن دعم الصكوك المفتوحة التي قدمتها حتى الآن. بينما نصح البيت الأبيض القادة الإسرائيليين بعدم القيام بغزو بري لرفح، فقد ضغط على إسرائيل سرا بشأن عدد من القضايا مثل الحد من الأضرار التي لحقت بالمدنيين وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية، لكنه فشل. وكذا المسؤولان للفاينانشال تايمز على أن الضغوط الأمريكية على إسرائيل يجب أن تتجاوز الكلمات الصارمة والمحادثات الغاضبة المسربة، وأن الولايات المتحدة اليوم متواطئة في تدمير مجتمع غزة وفي إفقار جزء كبير من القطاع. ولكن حتى في هذه المرحلة المتأخرة هناك خيارات يجب اتخاذها وتجنب المزيد من الكوارث. أفادت صحيفة هارتس العبرية عن رفض عدد من جنود لواء قفعات التابعة لجيش الاحتلال العودة إلى القتال في قطاع غزة تحت ذريعة تجاهل حالتهم الجسدية والعقلية التي حلت بهم جراء مشاركتهم سابقا. وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء الجنود ينتمون إلى كتيبة شاكيل، وقد شاركت هذه الكتيبة في عمليات منذ بداية الحرب وخسرت عددا كبيرا من جنودها أثناء القتال. وأوضحت هارتس أنه لدى وصول قوات الكتيبة إلى وسط مدينة غزة رفض عدد من الجنود مغادرة ناقلة الجند المدرعة في نوع من التمرد، وأبلغوا ضباطهم بأنه ليست لديهم قوى نفسية للقتال. وذكروا أيضا أنهم يتخوفون من أن الفترة التي قضوها في القتال المتواصل قد تضر بكفاءتهم، الأمر الذي من شأن أن يشكل خطرا عليهم وعلى جنود آخرين. وذكرت الصحيفة أن قادة الكتيبة قرروا نقل الجنود المتمردين إلى خارج قطاع غزة واحتجازهم في قاعدة زيكيم العسكرية إلى حين اتخاذ قرار بشأن الرد على رفضهم الانصياع لأوامر ضباطهم. ويعد قفعات لواء مشاة في جيش الاحتلال، وأنشئ في أواخر عام 1947 على يد منظمة الهاغانا التي ارتكبت جرائم بحق الفلسطينيين ثم أصبح جزءا من جيش الاحتلال. علينا منعهم من العودة، هكذا كتب ديفيد بن غوريون في مذكراته بعد شهرين من نكبة الشعب الفلسطيني وإعلان قيام دولة الاحتلال عام 1948. ويشير مقال في البايس الإسبانية إلى أن مأساة أكثر من 700 ألف لاجئ هم نصف سكان فلسطين الأصليين آنذاك بدأت من هنا، وبدأت معها قصة الأونروا. ويرى المقال الذي نشرته تريني داد برونتي بأن الأونروا حافظة ذاكرة اللجوء وتذكار حق العودة الذي تحاول إسرائيل القضاء عليه، وترفض إسرائيل عودتهم لأن ذلك يقضي على الوطن القومي لليهود حصرا وينهي إسرائيل ذاتها. وبحسب الكاتبة فإن المختصة في تاريخ الأونروا وليتا أوكامبو ترى أن ارتباط الأونروا بحق العودة هو ما جعل إسرائيل تتهم 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر. وتنقل الكاتبة عن المؤرخ خوركي راموس قوله إن وجود الوكالة يذكر بالسبب الذي جعل هؤلاء لاجئين وحرمهم العودة، وإن إسرائيل مشروع استعماري يمنح كل الحقوق لليهود ويحرم الفلسطينيين حق العودة إلى أرضهم.
قالت صحيفة واشنطن بوست إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يثير قلق عدد لا يحصى من النخب السياسية بسبب تواطؤه مع إسرائيل في مجازرها بغزة. وأوضحت الصحيفة بأن الرئيس بايدن يشعر بالإحباط بسبب النهج المتشدد الذي يتبعه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تجاه الصراع. أشار تقرير الواشنطن بوست إلى أن بايدن والعديد من وزرائه الأوروبيين تجاهلوا إلى حد كبير دعوات المتظاهرين وبعض المشرعين في بلدانهم إلى فرض وقف إطلاق النار أو اتخاذ إجراءات لإحباط الهجوم الإسرائيلي الأخير في رفح، كما لم يتم الالتفات إلى أمر قضائي من محكمة العدل الدولية يطالب إسرائيل باتخاذ خطوات لتحسين حماية حياة المدنيين في غزة. ويعتقد بعض مسؤولي الأمم المتحدة بالفعل أن إسرائيل تنتهك هذه المطالب. وأكدت الصحيفة أن حصيلة الحرب أدت إلى تحويل الرأي العام ضد إسرائيل في معظم أنحاء العالم، كما أثرت غضبا شديدا تجاه الجهات الغربية التي تساعد إسرائيل وعلى رأسها الولايات المتحدة بسبب نهجها الانتقائي تجاه النظام الدولي القائم على القانون. وبالنسبة للمراقبين خارج الغرب خصوصا في الشرق الأوسط والعالم العربي، فإن المعايير المزدوجة أصبحت أكثر حدة مع ارتفاع عدد الشهداء من المدنيين الفلسطينيين. قال موقع CNBC الأمريكي إنه بعد 4 أشهر من الحرب في قطاع غزة اتسعت خريطة الصراع بين إسرائيل وحماس إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط. وأعرب تقرير نشره الموقع عن مخاوف متزايدة من أن يتطور الصراع إلى حرب إقليمية شاملة قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ويرى الموقع أنه في حين يعتقد خبراء ومسؤولون غربيون أن هناك إحجاما في طهران أو واشنطن للدخول في حرب مباشرة، فإن مؤشرات سوء التقدير تظل قائمة مع النشاط المتزايد لحركات المقاومة المسلحة في المنطقة والتي تسعى وفق حسابات خاصة إلى فتح جبهات أخرى بنوع من الاستقلالية عن إيران، ما يجعل المنطقة مقبلة على حالة من عدم اليقين. وأوضح التقرير أنه بعد أشهر من الهجمات التي شنها المسلحون المدعومون من إيران، نفذت الولايات المتحدة غارات جوية على أكثر من 80 هدفا على جانبي الحدود العراقية السورية. وخلص التقرير إلى أن انتشار العنف في الإقليم أدى إلى قلق الحكومات من خطر نشوب حرب إقليمية واسعة النطاق. من جهتها حذرت إيران من أن الرد العسكري الأمريكي المتزايد سيؤدي إلى مزيد من الانتقام من جانب طهران. إذن وفي ختام السلطة الرابعة نشكركم على طيب المتابعة ونترككم مع هذا الكاريكاتير. في أمان الله.